السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم جميعا ومرحبا بكم في فيديو جديد حنتعرفوا فيه على طريقة التقديم على المنحة التركية خطوة بخطوة. اول شيء محتاجين ان ننشئ حساب على هذه المنصة حتى نقدروا نقدموا على هذه المنحة. العملية جدا بسيطة مباشرة، نختاروا ريجستر او تسجيل اللي هي انشاء حساب. حتكون واجهة التسجيل بهذا الشكل في الوقت اللي تم تسجيل الفيديو فيه، ولكن ممكن تختلف بناء على الوقت اللي انت تستخدم في هذا الفيديو حتتقدم على المنحة التركية، ولكن غالبا حتكون حاجة مشابهة وقريبة جدا. في حال تواجهتك اي مشاكل في اللغة والتعرف على مصطلح معين، لو انت تستخدم في جوجل كروم بكل اختصار تقدر دير كليك يمين وترانزليت تو انجلش وبعدين تغير مثلا ترانزليت تو عربي ترجمة الى العربية او كذا، ولكن ننصح طبعا ديما بالتعامل معه باللغة الانجليزية لان غالبا حتحتاجها خلال المقابلة او في مراحل ثانية من المنحة. البيانات جدا بسيطة لتسجيل حساب على المنصة حتى تتمكن من بعدها للتقديم على المنحة. محتاج بس تكتب هنا مثلا امكانك اسمك الاول، اسمك الوصي اللي هو مثلا اسم الاب واللقب، الجندر ميل اور فيميل، شاب او بنت، بعدين مواليدك، دولتك، الايميل تعاود تكتبه لتتاكد عليه، الباسورد بتاعك تعاود تكتب الباسورد بتاعك، سؤال الامان وتجاوب عليه سؤال الامان. سؤال الامان ممكن يكون اي شيء، مثلا شنو اسم والدتك، شنو اسم والدك، شنو اسم المدينه الام اللي انت ترعرعت فيها او اللي كبرت فيها، شيء انت تحبه، شنو افضل لعبه ليك، سؤال امان بس. بعدين دير اي ابروف ودير سيف. من ثم بمجرد ما انت تسجل حيوصلك ايميل لتفعيل حسابك على المنصة على بريدك الإلكتروني اللي انت دخلته خلال عملية إنشاء حسابك. بس محتاج انك تفعل حسابك بمجرد النقر على هذا الرابط هيفتح لك صفحة تسجيل الدخول اللي تحط فيها ايميلك والباسورد بتاعك حتى تخش على المنصة. هذه هي الواجهة الرئيسية او البورتل او لوحة التحكم اللي انت حتستخدمها حتى تقدم على المنحة التركية. في مجموعة من البيانات كلها تعتبر بيانات مباشرة. عندنا أول شيء البيانات الشخصية، بيانات العائلة، بيانات التواصل، بيانات التعليم، بيانات اللغة، تجارب العمل، تجارب الأكاديمية أو البيانات الأكاديمية، السوشيال أكتيفيتيز أو التجارب الاجتماعية، لو عندك أي تجارب في تركيا، بعدين الأبليكيشنز بتاعك لو أنت تقدم كل سنة على المنحة التركية. نقدر نبدأ أول شيء بالبيرسونال انفورميشن، نبدأ نعدله بالجزء، نجول الجزء الأول وندير عليه إيديت حتى نقدر نعدله. محتاجين بس ان احنا نضيف صوره شخصيه خاصه بنا، ناكد على البيانات اللي دخلناها خلال عمليه انشاء الحساب اللي هي الاسم الاول، الاسم الوسط، الاسم الاخير، الجنس، هل متجوز او سنجل او 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 او, أو غيره، تاريخ الميلاد، دوله الجنسيه بتاعك اي دوله، الدوله اللي انت انولدت فيها، المدينه اللي انت انولدت فيها، نوع الهويه الشخصيه اللي انت حاب ترفعها. طبعا ينصح دائما بالباسبورت او جواز السفر، ولكن بإمكانك استخدام الايدنتيتي كارد اللي هي البطاقة الشخصية. بعدين تكتب رقم الجواز السفر، تايب اوف باسبورت، لو جوازك نوعه زيك زي باقي المواطنين العاديين فحيكون اوردينري باسبورت، ولكن في حال دبلوماسي او غيره فمحتاج تكتب هنا مثلا دبلوماتيك باسبورت او غيره. كونتري كود اوف باسبورت حيكون لليبيا مثلا زائد 218 او تونس زائد 216 او غيره. بعدين ترفع او دير ابلود للسكان من جواز السفر الخاص بك. ريليجيوس بيلونجينج مثلا اسلام، في حاله مسلم، في غيره محتاج تكتب الديانه الخاصه بك. اثنيسيتي او العرق الخاص بك، لو عربي حتكتب اربس، لو غيره حتكتب اي اثنيسيتي ثانيه. ديسابيليتي ستيتس، لو في اي اعاقه تذكرها لو عندك، يوجهوك لجامعه فيها سبل الراحه لك انت. لو ما فيش تقدر تدير اي دونت هاف اني ديسابيليتيز، ومن ثم تضغط على سيف وتنتقل للجزء اللي بعده اللي هو فاميلي انفورميشن. في الفاميلي انفورميشن محتاج انك انت تكتب اسم الام، اسم الاب، عدد الاخوه. بمجرد ما تذكر عدد الاخوه حتقدر تذكر المارشال ستيتس ليهم والتوتال مانثلي انكم او اجمالي الدخل العام للعائله. ومن ثم بمجرد ما تدير سيف لهذه البيانات حتمشي للكونتاكت انفو او بيانات التواصل. محتاج انك انت تكتب بيانات التواصل الخاصه بك، محتاج تكتب العائله، المدينه، بوستل كود، العنوان الخاص بك، رقم الهاتف وغيرها من البيانات اللي موجوده عندك. بعدين تقدر تذكر السوشيال ميديا. بدت عمليه اعتياديه جدا انها في المنح يطلبوا منك بيانات السوشيال ميديا الخاصه بك ويديروا عليها في تشيك، سواء لاسباب امنيه او سكيورتي ريزنز او حتى لاسباب التعرف عليك اكثر بحكم الاشخاص بدت حياتهم شبه كليا موجوده على الانترنت. بعد الكونتاكت انفورميشن او بيانات التواصل حتمشي للاديوكيشن انفورميشن، وهي بيانات جدا مباشره. محتاج انك انت تذكر بيانات الميدل سكول والهاي سكول في حالة ان انت مقدم على البكالوريوس، في حالة ان انت مقدم على البوست جراديويت او الماسترز فتقدر تدخل بعدين بيانات البكالوريوس، ايضا في حالة انك انت مقدم على البي اتش دي او الدكتوراه فمحتاج انك تقدم بيانات حتى البوست جراديويت الخاصة بك. بعد بيانات التعليم حتمشي لبيانات اللغة، محتاج انك تذكر لغتك الام اللي هي مثلا تكون العربية او الانجليزية او غيرها، ومن ثم محتاج تذكر اي لغات ثانية انت عندك من خلال انك تضغط على اد وتذكر هذه اللغات.
في حالة إن أنت عندك أي خبرة في اللغة التركية حدير يس، في حالة لا حدير لا. في حالة إن أنت درت يس فتكون متوقع إن حيتم طلب تست ريزولت أو بيانات اختبار حتى يقدروا يعاينوا مستوى لغتك الإنجليزية، وهذا شيء ممكن بس إن هو يقلل من المدة الإضافية اللي أنت حتقعدها في تركيا لتعلم اللغة التركية، اللي هي عادة تكون سنة قبل ما تبدأ في الدراسة بتاع البكالوريوس أو المنحة اللي أنت مقدم عليها. بعد بيانات اللغة حتمشي لبيانات العمل، محتاج انك انت تكتب اي اعمال انت قمت بها، وطبعا بالنسبه للورك اكسبيرينسز او السوشيال اكتيفيتيز اللي هي بيانات العمل او بيانات اعمال مجتمعيه، تعتبر جزئين جدا مهمين في خلال عمليه التقديم على هذه المنحه. حاول انك تركز فيهم وتكتبهم بتفصيل كبير، وانك تركز قبل ما تقدم على المنحه تتفكر انت شنو خدمت من اعمال، وايضا شنو درت من اعمال تطوعيه او مجتمعيه في المجتمع، وتذكرها او تكلم الاشخاص اللي انت اشتغلت معاهم ان انت مقدم على المنحه التركيه او مقدم على منحه الف، حتى هم يكونوا متوقعين انه ممكن يتم التواصل معهم من قبل الجهة هذه للتأكد من صحة البيانات اللي انت كتبتها. حتكون بسيطة جدا لو انت درت اي، لو حصلت على اي جوائز او اشتغلت على اي مشاريع او عندك اي شهادات او اي voluntary activities او انت درت اي اعمال تطوعية، محتاج بس تكتب اسم العمل، اسم الانستيتيوشن او الان جي او اللي انت اشتغلت معها، نقدر نشوفه مثال، تقدر بس محتاج تكتب اسم العمل التطوعي ومن ثم اسم الانستتيوشن او الاورجنايزيشن اللي انت اشتغلت معها، ووصف بسيط بس على العمل اللي انت درته معهم. في المنتصف عندنا الاكاديميك كواليفيكيشنز، محتاجين نضيفوا اي اكاديميك كواليفيكيشنز. طبعا بالاكاديميك كواليفيكيشنز المقصود بها هي اي مؤهلات اكاديميه خاصه بك، امتحانات اضافيه زي مثلا السات او الاي سي تي او غيرهم من الامتحانات الموجوده لتقييم مستوى الطلبه، فيه بعض الجامعات في تركيا تطلب فيها لكن بالمجمل العام لا. اخر حاجه هي تركي اكسبيرينس، في حاله ان انت كنت في تركيا لو كانت عندك اي اغراض لزيارتك في الاولى مثلا غير السياحه، شنو السبب مثلا لبرنامج، من هي الجهه اللي كانت منظمه ليه، شنو استفادت من تجربه او غيرها، بيانات بس بسيطه على زيارتك او تجاربك اللي كانت موجوده في تركيا قبل. واخر شيء اللي هو ماي ابلكيشنز، ما عندكمش ما تديروا فيها هذه الصفحه بس انكم انتم تتابعوا حاله نموذج التقديم الخاصه بك بعد ما انت تقدم. بعد ما تاكد انك انت ضفت كل هذه البيانات من بيانات شخصيه، بيانات عائله، بيانات تواصل، بيانات تعليم، والضروري تركزوا فيها على انكم ترفعوا الترانسكريبت الخاصه بكم او استماره الشهاده الثانويه فرضيا في حال انكم مقدم على البكالوريوس، وتاكدوا انكم انتم ضفتوا كل البيانات، خاصه مجددا التركيز على التفاصيل والبيانات، وتتذكروا اي شيء انتم درتوه، تجارب اعمال مهنيه او تجارب اعمال تطوعيه او مجتمعيه مهمه جدا وتساعد جدا في تقويه النموذج بتاع التقديم الخاص بكم. بعدين تركزوا على اللانجوج ديتيلز والاكاديميك كواليفيكيشنز في حال ان عندكم اي امتحانات او اختبارات متحصلين عليها. تركيا اكسبيرينس في حال مشيتوا لتركيا ممكن تعزز نموذج التقديم الخاصه بكم. نمشوا للهوم بيج ونضغطوا عليه ابلاي، هذا البرنامج اللي احنا مقدمين عليه اللي هو اندر جراديويت سكولرشيب بروجرام عند اغلب الحالات اللي تراسلت معي. ان شاء الله بالتوفيق لكم، وان شاء الله الفيديو هذا ساعدكم في التقديم على المنحه التركيه، وان شاء الله تكون من نصيبكم كلكم. مجددا تاكدوا جدا من كل التفاصيل، خذوا وقتكم في عمليه التقديم، ان الابلكيشن او نموذج التقديم المده بتاعه ما زال كافيه جدا، عندكم ليوم 20/2 حتى تقدموا على هذه المنحه. تاكدوا من اضافه تفاصيل كافيه حتى تعزز نموذج التقديم الخاص بكم، والافضل انكم تتاكدوا من تجهيز الملفات المحتاجينها قبل بوقت، زي مثلا رسالة النية أو بيان الغرض اللي هو personal statement، أو أنكم تجمعوا رسائل تزكية من جمعيات أو منظمات أو مؤسسات أنتم اشتغلتوا معها حتى تقدر، وطبعا رسالة النية جدا مهمة أو letter of intent حتى تقدمها في مرحلة من الابلكيشن، مرحلة ما من الابلكيشن. إن شاء الله بالتوفيق لكم، لو في عندكم أي أسئلة أكيد تفضلوا بدون أي تردد. نتمنى لكم فرصة سعيدة وإن شاء الله بالتوفيق لكم، ونتلاقوا في فيديو تاني.